من نعم الله علي أنه يتيح لي فرص أن ألتقي بعظام هذه الدنيا، وتشرفت بكثير من قادة العالم الذين غمروني بلطفهم وبرعايتهم وبدعمهم. وعندما أتكلم عن الشيخ صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وعضو المجلس التنفيذي، أقول أنني كان لي نعمة من ربي أنعم الله علي بها بأن قابلته أول مرة سنة 68، ومن ذلك التاريخ حظيت برعايته ودعمه وتوجيهه، وتعلمت منه الكثير. تعلمت أهمية أن أكون تلميذ سمو الشيخ سلطان وهو حاكم وسلطان، ومكانته العالية التي شرفنا بها يدرس ويحصل على الدكتوراه. هذا ظاهرة، فكيف لا نحن الإنسان العادي مثلي إذا كان هذا الرجل العظيم بيسعى ويأخذ شهادة دكتوراه ويصبح شيخ وأمير العلم، فكيف أحرى بي أنا المواطن العادي أن لا أكون أيضا تلميذا؟ فلذلك تعلمت من يومها أن أكون تلميذ دائم. أنا تلميذ مثل أي تلميذ في المدرسة، يوميا أدرس 4 ساعات غير عن عملي، وأتابع كل ما يتعلق بشؤون اهتمامي وعلاقاتي. من خلال كوني تلميذ استطعت أن أحقق ما سعيت إلى أن أحققه. فأنا أنادي على كل أبناء أمتنا، كن تلميذا، تعلم، ما افتكر. الثقة المطلقة هي فقط عند الجهلة. العالم يعرف أنه لم يؤتى من العلم إلا قليلا، ويسعى للمزيد من العلم. في أي مرحلة من حياتنا يجب أن نتعلم ونغذي عقلنا، كما نغذي جسمنا بالأكل، كذلك نغذي عقلنا بالعلم.